تخيل معايا كده ان محمد فضل بيرفض العرض المقدم ليه من كابتن محمود الخطيب ليرأس لجنة التعاقدات بدلا ليه امير توفيق. فضل صراحة كده قال له يا كابتن بيبو انا مش شايف نفسي في المكان ده، وامير توفيق افضل واقدر واكفأ مني في المركز ده او في المكان ده. طب فضل عايز ايه؟ فضل عايز يبقى رئيس لشركة الكورة. فضل يا جماعة دوره كإداري او فني افضل بكتير من الوضع التعاقدي. فمحمد فضل رسميا يرفض المنصب المعروض عليه كرئيس للجنة التعاقدات. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، واتمنى التوفيق لكابتن بيبو وكابتن فضل وكابتن امير توفيق، واحلى مسا على الاهلاويه. السلام عليكم. تخيل معايا بقى اعلامي كويس جدا وكبير معروف يقول لك انا اسطوره اليوتيوب على ما وراء البحار، وصحفي كبير جدا في اليوم السابع يقول لك ايه النادي الاهلي بيفوض سوري كابا. سوري كابا ده يا جماعه اللي قلناه من 3 شهور او 3 شهور ونص، وحاليا بقاله 20 يوم متعاقد مع نادي في الدوري الاسباني مش متذكر اسمه. الراجل لعب فتره اعداد وجاب اكتر من جول مع الفرقه، والراجل بقاله فتره في الفرقه الاسبانيه دي وبيشيدوا بيه. يقول لك سوري كابا من نادي ميتلاند، ده ميتلاند باعه من زمان يا عم الحاج، والله باعه من 20 يوم ايام امام عاشور. ويطلعوا بيهجسوا على الناس يا جماعه، ويقعد يقول لك انفراد، صفق صحفي، صفق مش عارف ايه، وكله يا جماعه شغل مواقع. يقول لك مصدر في النادي الاهلي. طب لو انت عندك مصدر في النادي الاهلي مش كان قال لك ان سوري كابا مشى من نادي ميتلاند من 20 يوم؟ طب مين الصفقات اللي جايه النادي الاهلي، او مين الثلاثه اللي النادي الاهلي بيفاوضهم ان شاء الله؟ اقول لك بالراحه كده، تعال اقول لك اداره النادي الاهلي فاشله ليه. اولا فاشله لان بقاله سنتين مش عارف يجيب مهاجم اجنبي سوبر. ثانيا ما بقى فيش حد من اول كابتن الخطيب لاصغر حد في الاداره. طب مين الثلاث لعيبه اللي ما فيش غيرهم حاليا مرشحين للنادي الاهلي؟ هم ثلاثه. واحد بيلعب في الدوري البرتغالي هو بواتنج لاعب ريو افي وده جامد جدا، وكريستوفر مابولولو لاعب نادي الاتحاد وده عارف الدوري المصري وهداف الدوري، وجون ابوكا لاعب نادي السيراميكا. ثلاث لعيبه مرشحين والثلاثه كولر موافق عليهم. طب هو هيجيب، هو قندوسي مش اه مش يا جماعه، قندوسي جاي له عرض رسمي من النادي العربي الكويتي ورسميا هيروح العربي الكويتي. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، ولو جه بواتنج افضل من الاثنين. الترتيب بيقول يا جماعه بواتنج الاولويه رقم 2، طبعا جون اوبوكا رقم 3، اللاعب الكبير المميز مابو لولو. شكرا لحضراتكم وكل التوفيق للنادي الاهلي، واحلى مسا على الاهلاويه. انتهاء ازمه قندوسي الممله الخنيقه اللي بقالنا سنين بنتكلم فيها. قندوسي جاي له يا جماعه خلاص عرض رسمي من النادي العربي الكويتي ب 400,000 دولار للاعب و 200,000 دولار للنادي الاهلي، والنادي الاهلي موافق واللاعب موافق والدنيا تمام والدنيا زي الفل واللاعب مستقر تماما، خلاص هيروح العربي القطري. ده بالنسبه لقصه قندوسي. بالنسبه لقصه عمار حمدي يا جماعه، عمار حمدي رسميا سنه على سبيل الاعاره في نادي المقاولون العرب، واللاعب هيتقاضى 3 مليون جنيه من نادي المقاولين، ونادي المقاولين هيدفع 2 مليون جنيه للنادي الاهلي قيمه التعاقد بالنسبه لسنه على سبيل الاعاره بالنسبه للاعب المتميز جدا. خلصت قصه قندوسي، خلصت قصه عمار حمدي، الموضوع خلصان، الموضوع تمام، النادي الاهلي مركز تماما في المعسكر اللي هيقام من يوم ان شاء الله 28 ليوم 6 ان شاء الله الفتره القادمه. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لجميع الانديه المصريه، واحلى مسا على الاهلاويه. ازمه جديده في النادي الاهلي بسبب موعد السوبر الافريقي اللي هيقام ان شاء الله في السعوديه، في طبعا في الطائف او في مدينه الطائف. القصه في ايه يا جماعه؟ القصه ان المباراه اتحددت ب 15 سبتمبر او 15 تسعة. النادي الاهلي عنده معسكر من يوم 28 ليوم 6 اغسطس، عفوا 6 سبتمبر، وكمان في لعيبه هتروح تجمع المنتخب وهترجع يوم 12 او 13، مش هيبقى لسه لك غير يوم واحد على المباراه، مش هتكون الفرقه اتجمعت بشكل مميز. حاله استشفاء من اللعيبه اللي هتلعب اساسي لمنتخب مصر او بالنسبه لعلي معلول ورضا سليم اللي بيلعبوا في منتخباتهم، قصه هتبقى صعبه جدا يا جماعه. كابتن بيبو تواصل مع هاني ابو ريده، الوضع صعب خلاص لان الموعد بقى رسمي. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي. فريق اتحاد العاصمه فريق كبير جدا، بس ان شاء الله احنا قادرين احنا نكسب فريق اتحاد العاصمه، النادي المميز النادي الجزائري اللي بنحترم وبنقدر الشعب الجزائري المحترم اللي على راسنا. احلى مسا على الاهلاويه واحلى مسا على الشعب الجزائري. السلام عليكم. في ملياردير يا جماعه زملكاوي الناس طلعت اتكلمت عنه، الا وهو ايمن ممدوح عباس، وقالت ان الراجل قعد مع احمد سيد زيزو ويقدم له طرديه ب 800,000 جنيه، وكمان احمد ابو الفتوح وطرديه ب 700,000 جنيه. اتمنى التوفيق لنادي الزمالك، بس طلع ونفى ممدوح بيه عباس ان
بنسبة 100% احنا مش هندخل نادي الزمالك من الازمات اللي تعرض لها بسبب رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، فقال لك بنسبة كبيرة مش هيكون كرئيس نادي الزمالك له ايمن ممدوح عباس. طب مين الاسم المرشح؟ هاني بيه العتال. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك، طبعا صاحب قناة اي تي اس، طبعا القناة المعروفة، نتمنى له التوفيق ونتمنى التوفيق للزملكاوية، واحلى مسا على الزملكاوية. صوني تعالى اقول لك الاشاعه اللي طالعه على اعاره امام عاشور. طبعا في جريده كبيره جدا في مصر وموقع اخباري كبير جدا في مصر، طبعا ده موقع فنكوشي، الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه، طلع بقى وقال ايه في ديالوج الحوار او في الحوار، قال ايه او في الرس او في المقال قال ايه، قال لك كابتن حسن حمدي غضبان من كابتن محمود الخطيب ومن حسام غالي ان امام عاشور غلط في رموز النادي الاهلي وقاده النادي الاهلي وازاي جه النادي الاهلي، ده اللي قالوه. طبعا الخبر ده فيك وفانكوش ومفيش الكلام ده خالص، كابتن حسن حمدي ما اتكلمش في حاجه زي كده، امام عاشور لاعب محترف وطلع اعتذر لجماهير مصر كلها منها جماهير النادي الاهلي، وراح قعد مع كابتن بيبو وكابتن حسام غالي وكابتن بيبو الصغير او خالد الامين وقالوا له قوموه نفسيا واخلاقيا وعرفوه مبادئ وقيم النادي الاهلي، واللاعب ملتزم تماما وعنده قابليه غير عاديه ان ياخد بطولات مع النادي الاهلي. كل التوفيق لامام عاشور وكل التوفيق للنادي الاهلي واحلى مسا على الاهلاويه. السلام عليكم. خناقه وغضب كبير من بعض نجوم النادي الاهلي وصدام كبير من حسين الشحات مع كابتن خالد بيبو القائم باعمال مدير الكوره. طب القصه بتقول ايه يا جماعه؟ القصه بتقول ان اربع لعيبه في النادي الاهلي بيتخانقوا على ارتداء رقم 10. ارتداء رقم 10 الا هو مين؟ حسين الشحات رقم واحد، احمد عبد القادر رقم اثنين، صلاح محسن ومحمد مجدي قفشه. الاقرب هو صلاح محسن لان الثلاث لعيبه بقى لهم سنين بيلبسوا نفس التيشيرت، فكده كده صلاح محسن الاقرب بعد رحيل طبعا محمد شريف لنادي الخليج السعودي. نتمنى له التوفيق لشريف، يا جماعه تقاضى في الموسم 2 مليون دولار. بالنسبه لاحمد سيد زيزو يا جماعه جاي له عرض رسمي فعلا من نادي الشباب السعودي، وكمان رسميا قالت عامر حسين رئيس لجنه المسابقات. احلى مسا على الزملكاويه، احلى مسا على الاهلاويه. السلام عليكم. من ضمن قرارات كابتن خالد بيبو الناريه الا هو كابتن خالد الامين الشهير بخالد بيبو، قال لك النادي الاهلي مشاكله بتقع في حاجتين، لعيبه النادي الاهلي بتقع في حاجتين بس كمشاكل، اولا تصريحات على السوشيال ميديا، ثانيا التصريحات الاعلاميه او الظهور الاعلامي. فقال لك الغرامه القديمه ولا القديمه بيعلي على السيد عبد الحفيظ وبيقول ايه؟ بيقول 200,000 جنيه غرامه، ده رقم قليل جدا يعني 5000 دولار ده رقم قليل جدا. العقوبه هتبقى اقل حاجه 500,000 جنيه، ده رقم واحد. رقم اتنين في حالة تكرارها خصم 5% من العائد السنوي او من الراتب السنوي للاعب الكرة اللي تحت قيادة النادي الاهلي او تحت جدران النادي الاهلي. خش بقى من كل ده هقول لك نادي زد خطف احمد عبد النبي نجم النادي الاهلي اللي انا شايفه من وجهة نظري افضل بكتير من خالد عبد الفتاح اللي النادي الاهلي تعاقد معاه ب 10 مليون جنيه من نادي سموحة، واحلى مسا على الاهلاوية. السلام عليكم.